الفنانة هند عاكف، أهلا بيكي في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. حضرتك تقول لنا عن مشاركتك السنة دي إن شاء الله في مهرجان الأسطورة. والله هو أنا كان عندي مبادرة، كنت متبناها، مبادرة مهرجان صديق المعاق، وبالفعل عرضت هذه المبادرة على سيادة المحافظ سيادة اللواء طارق سعد الدين، كلام ده من حوالي أكتر من شهر، فبالفعل هو رحب جدا ووافق على هذه المبادرة ودعمها، وطبعا اتكلم مع أستاذ سيد فؤاد الفنان رئيس مهرجان السينما الأفريقية وعرض عليه المبادرة، وأيضا أستاذ سيد وافق على هذه المبادرة، وأصبح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية صديق للمعاق. حقيقي أنا كان بعض الناس كلمت معايا في هذه المبادرة وهذه الفكرة من زمان جدا، يمكن في أصدقائي المرشدين السياحيين اللي مثلا كانوا بيسافروا برا مصر زي اليابان، أو مثلا يعني أنا عندي صديقة اسمها دكتور أستاذة ليلى كانت مرشدة سياحية ودرست هنا وراحت قعدت فترة كبيرة في اليابان، وقالت لي إن هناك يعني بيهتموا جدا بهذه الفئة. في أيضا ناس تانية من المجتمع المصري كانوا بيتكلموا معايا ان احنا عايزين نعمل حاجه لذوي، اقول عليهم قدرات خاصه، لان انا بعتبرهم ذوي قدرات خاصه مش معاقين. فده بامانه شجعني جدا ان انا اتبنى هذه المبادره، وفعلا لما قدمناها يعني اترحب بيها قوي. يمكن انا هسعى وهكمل ان انا احاول اعمل هذه المبادره على جميع المهرجانات التي تقام على ارض مصر. يمكن في مهرجان اسماعيليه قريب، انا كلمت مع الاستاذ خالد عبد الجليل وانا هنا في المهرجان وقلت له عليها، قال لي خلاص احنا برضو ممكن نتبناها. يا الاقصر بصراحه هتبقى صاحبه السبق الاول طبعا، كون ان يعني المحافظ وافق عليها اول ما قلت له عليها، فهي بصراحه هتبقى صاحبه السبق الاول في هذه المبادره، وده جميل جدا لان المبادره دي بتعمل تنشيط للسياحه. ممكن ذوي الاحتياجات الخاصه او القدرات الخاصه في جميع انحاء العالم يفتخروا بهذه المحافظه التي بدرت بهذه المبادره، ويفتخروا ايضا بجميع المحافظات التي هتتبنى هذه المبادره او تدعمها، ويفتخروا بجميع المهرجانات، وممكن يجوا. ده برضو عامل مهم جدا لتنشيط السياحه عندنا في مصر. عايزه اقول ان انا برضو هسعى جاهدا اكون مهرجان القاهره السينمائي صديق للمعاق. سيد المحافظ طبعا اللواء طارق سعد الدين صرح ان ستصبح جميع المهرجانات الاستقامة على ارض الاقصر صديقه للمعاق، ويمكن في دوره تقريبا كوره يمكن هو امبارح قال لي عليها، انا هعمل يوم خاص برضه للمعاقين. هو حاس قوي بهذه الفئه التي كانت مهمشه من قبل ولكن لن تهمش من بعد اليوم، مش فئه القدرات الخاصه فقط لا غير، لا اي فئه في المجتمع المصري لا يعني من بعد يوم مش هتكون مهمشه. احنا بنقف جنب كل الناس، يعني مثلا اقول لك عندنا شريحه كبيره من شريحه الفقراء، لا هنقف جنبها. يعني الاستاذ محمد صبحي مثلا لما عمل مثلا قالك العشوائيات ومتبني فكره العشوائيات، وانا لو ربنا قدرني برضو وشاركت مع اشارك يعني في اي حاجه تخدم المجتمع المصري. عايزه اقول نشوف الفنان مش هند حاجه بس، لا الاستاذ محمد صبحي يعني بيساهم في حاجه زي كده من امتى؟ من زمان جدا. الفنانين بتحب الوطن جدا، بتحب المجتمع جدا. الفنانين مش زي ما كان بيتقال عليهم ان هم مش شاغلين نفسهم بالمواطن المصري، بالعكس انا لما اشوف سعاده المواطن المصري انا هبقى سعيده، لان انا حتى كفنانه لما بعمل عمل بعايزه اعمل العمل ده عشان اسعد المواطن، مش عشان انا ابقى سعيده بس، لا انا سعيده ان انا بعمل حاجه رساله للمجتمع كله وللمصريين والمواطنين، فده شيء مهم جدا. ده الفنان الحقيقي. انا عايزه اقول لك حاجه، انا قابلت دكتور عصام شرف في المهرجان فبامانه شديده جدا سلمت عليه وحبيت اساله سؤال واحد، قلت له الملف الهام بالنسبه للمجتمع المصري كله حد الادنى والحد الاكثر، ليه ما تحققش او تنفذ في عهدك؟ فقال لي وليه ما تناقشش؟ فقال لي لا كان بيتناقش. قلت له طب وايه اللي تم؟ قال لي ما بعد دكتور الببلاوي ما جه اتحقق. قلت له فين؟ الحد الادنى فقط لا غير، حتى الناس بتشتكي منه. احنا كان يهمنا الحد الاقصى قبل الحد الادنى، الاسباب الحد الادنى ما فيش شريحه كبيره استفادت منه، الحد الاقصى هو اللي لازم، لان شريحه كبيره جدا يمكن اكتر من 75%
بتستفيد من ملف الحد الاقصى. فقال لي احنا عملنا نسبه معينه تقريبا ضعف ما اعرفش ايه 35. فقلت له طب ليه ما تنفذتي؟ ولا الحيتان هي اللي موقفه هذا الملف؟ على فكره الملف ده مش بقول مش عايزه الحد الادنى يتنفذ، انا عايزاه يتنفذ، ولكن ايضا الحد الاقصى يتنفذ، لان الحد الاقصى ده يعني لو اتنفذ فعلا صدقني هنسد ديون مصر ومش هنبقى مديونين، ومصر هتعيش بشكل حلو قوي وجميل جدا ومحترم جدا. وبعدين احنا النهارده عمالين نقول اصل ما فيش فلوس عشان الحد الادنى، ازاي ما فيش فلوس؟ ما انا لما اخد من الحد الاقصى الملايين اللي بتتاخد كل شهر بتتاخد ليه؟ بتتاخد ليه؟ بتتكنس في البنوك، ما حدش بياكل لا ذهب ولا الماس، ده احنا عارفين. بالعكس الحد الاقصى اللي تحدد يعيش بني ادم محترم وعيشه كريمه جدا. فانا كل اللي انا عايزه اقوله ان الملف ده كان لازم فعلا يتنفذ، وقلت له انت جيت من ميدان التحرير فحاجه كان المفروض تنفذه، ما حصلش طبعا. بس خلاص يا احنا برده الفتره اللي جايه لازم نشغل هذا الملف، والحد الاقصى لازم يتنفذ. دكتور محلي بقى قابلته في عيد الفن، قلت له انا عايز اتكلم مع حضرتك في حاجات كتير جدا. مهندس محلي، قلت له انا عايز اتكلم معاك في حاجات كتير جدا، وفعلا هيبقى في لقاء باذن الله يا رب، ربنا يقدرني في مجلس الوزراء او في مكتبه، وهتكلم معاه في هذا الملف وملفات اخرى كتير. تمام، شكرا. شكرا.